لسه حلقتنا مكملة مع حضراتكم من برنامج في النور، وكنت قلت في بداية الحلقة أن عندنا فقرة لأصحاب المعاشات بتهمهم، نعرف الزيادات، نعرف مواعيد الصرف، نعرف المشاكل كمان اللي بتواجه أصحاب المعاشات. هنجاوب على كل الأسئلة دي من خلال حوارنا مع ضيفنا اللي بينضم لينا عبر التليفون، الأستاذ منير سليمان، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. مساء الخير على حضرتك. وخلينا في البداية نتكلم على أن الدولة يعني في الفترة الأخيرة تكلمت عن زيادة في المعاشات بداية ب 300 جنيه، فكلمنا أكتر على فكرة الزيادة وبتتحسب إزاي. يعني ال 300 جنيه دي هي يعني مرحلة أولية، طبعا كل ما كان المعاش أعلى هيكون بتزيد الزيادة اللي أقرتها الدولة، ولا الموضوع ماشي إزاي؟ شوف حضرتك، هي ال 300 جنيه ليست علاوة مضافة على المعاشات، ولكن هي منحه مستقله، منحه على كل صاحب معاش هياخد 300 جنيه شهريا باستمرار على معاشه من اليوم وغدا وبعد غد وهكذا. بالنسبه لمستحقين المعاش، فاذا كان عدد مستحق المعاش هو الجارس المعاش عن صاحبه الاساء الرئيسي، في الحالة دي بتحسب ال 300 جنيه منهم طبقا للأنظمة الموجودة في القانون بتاع المعاشات. يعني أيا كان قيمة المعاش بتاعتك أو بتاعك أنت، ال 300 جنيه دول لكل الناس، يعني أيا كان بتاخد كام هي منحة من الدولة فقيمتها ثابتة للكل. بالظبط كده، ولكنها يعني ليست زيادة في الحد الأدنى للمعاشات أو في المعاشات نفسها. ليست زيادة ولكنها منحة. طيب هل حضرتك شايف المنحة دي يعني بالنسبة لأصحاب المعاشات هي جت في وقتها، أو هي فعلا هتفرق، ولا يعني ال 300 جنيه دول تأثيرهم هيكون إيه؟ يعني قد تكون 300 جنيه في حد ذاتها يعني إيه بس كانت مطلوبة ومطلوب منها ومطلوب أكثر منها بكثير جدا، ولكن قياسا بالأسعار والزيادات المستمرة في الأسعار والارتباط في قيمة الجنيه المستمر بين بعض الآخر وزيادة نسبة التضخم، بتعتبر 300 جنيه لا تذكر بالنسبة للمعاشات المتجانية اللي بتاخدها أصحاب المعاشات. فبالتالي حضرتك شايف إن هي نسبة يعني مش مؤثرة. لا مش مؤثرة، يعني هقول لحضرتك حاجة، يعني النهارده الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اعلن نسبه التضخم عن الشهر السابق اللي هو شهر اكتوبر 2022، زادت عن شهر سبتمبر بحوالي 3%. هذا شيء مؤثر لزياده الاسعار. طبعا البنك المركزي اعلن نسبه التضخم بحوالي 19، كانت من طول الثلاث اشهر حوالي 15، وزادت بنسبه 4%، كل ده على حساب صاحب المعاش. فاذا اضفت الى كده التخفيض المستمر في قيمه الجنيه المصري، النهارده وصلنا او اتفرجنا على 24 جنيه ونص السعر الرسمي في الجنيه، وكان من قيمه في مارس الماضي 18 جنيه فقط، يبقى معناها ان في حوالي 30% زياده في الاسعار خلال هذه الفتره. طبعا ال 300 جنيه لا يمكن ان تكون مؤثرا بالنسبه لصاحب المعاش، بل قد يكون معاشه رغم المنحه قد نقص او قل. طيب أستاذ منير، لو هنتكلم على مواعيد صرف المعاشات لشهر ديسمبر المقبل، طبعا بالزيادة الجديدة أو المنحة خلينا نقول اللي الدولة المصرية بتقدمها لأصحاب المعاشات، هتكون إمتى؟ لا هو تم الصرف اعتبارا من شهر نوفمبر، بتتصرف مقدما، يعني شهر نوفمبر تم الصرف اعتبارا من 1 نوفمبر، فكل الحاصلين على المعاش أو المستحقين صرفوا اعتبارا من 1 نوفمبر أو المفروض. وفي بعض المشاكل لبعض الناس لا، ولكن سيتم اضافه ال 300 جنيه نوفمبر الى معاش شهر ديسمبر. هيتم اضافه 300 جنيه نوفمبر لشهر ديسمبر؟ لبعض الناس اللي واجهوا مشاكل من اضافه المعاشات لشهر نوفمبر. مشاكل زي ايه طيب يا فندم؟
لا مشاكل في مكاتب التأمينات يعني بإضافة المبلغ، ولكن يعني الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات طلعوا مع أول مغالبة من 300 جنيه. لكن حضرتك بتقول لنا إن في البعض أو في نسبة ما أخدوش المنحة بتاعة شهر نوفمبر هياخدوها مع شهر ديسمبر. بالظبط. طيب البداية هتكون من يوم 1 ديسمبر لصرف المعاشات؟ ما هي كل شهر تبدأ من يوم 1 ديسمبر على بتعمل وزارة التضامن الاجتماعي قبل أول الشهر على إنه لغاية 1000 جنيه بيصرف لواحد ما زاد عن 2000 جنيه بيصرف لاثنين وثلاثة، يعني تصل من الأمور إلى يوم 5 بيكون يعني إيه منيح الحرب مع شهر طرفوا معهم. طيب أستاذ منير، لو هنتكلم على أوضاع أصحاب المعاشات بصفة عامة دلوقتي، وحضرتك طبعا يعني أمين عام لاتحاد أصحاب المعاشات، فعلى دراية بكل الأوضاع وبكل المشاكل، أوضاع الناس إيه؟ شوف حضرتك، يعني إحنا إذا تكلمنا عن ثلاثة أصحاب المعاشات، الحقيقة هي شملت كل مناحي أصحاب المعاشات، اجتماعية ونفسية وإنسانية وصحية. أنت عارفة إن أصحاب المعاشات إدارة الكل بتتعدد أمراضهم وظروفهم الصحية صعبة جدا جدا. في مقابل كده الحد الأدنى للمعاش لا تتصوريه شيء لا يقدر. الحد الأدنى للمعاشات ما زال من سنة 2019 916 جنيه. يعني الحد الأدنى للمعاش 916 جنيه. في الوقت الحد الأدنى للأجور ده من 2019 من 2000 ل 2400 ل 2700 وب 300 جنيه الاخيره اصبح الحد الادنى للاجور 3000. طبعا انا لما بروح سوبر ماركت او اشتري من بتاع الخضار اي حاجه ما بقولوش ادهوني يعني ادهوني سعر اقل لان انا صاحب معاش، ولكن ادهوني بالاسعار السايده في السوق، وبالتالي ما يسري على العاملين لا يسري على اللي بيحصل من الاجور على اصحاب المعاشات، فده كله يمثل عبء ثقيل جدا على اصحاب المعاشات. اكيد. طيب لو هنتكلم على المطالب، لو نقدر نقول كده في نقاط، ايه مطالب اصحاب المعاشات دلوقتي؟ هل عاوزين زياده بنسبه معينه؟ هل عاوزين يكون في مراعاه اكتر للاوضاع؟ بالنسبه للحد الادنى للمعاشات هو الدستور هو الحاكم في كل امورنا. الدستور لا يفرق بين الحد الادنى للمعاش والحد الادنى للاجور في الماده 27 من الدستور، وبالتالي يعني اذا تحدثت عن الحد الادنى للاجور هو 3000 جنيه، فالمفترض ان الحد الادنى للمعاشات يبقى 3000 جنيه مش 916 جنيه، ولكن هو زاد حتى اليوم 916. الا يعني ايه تكلمنا عن القانون 148 لسنه 19 اللي بيحكم اصحاب المعاشات التامينات اعتبارا من اول يناير 20، فهنلاقي يعني نتيجه التطبيق خلال ثلاث سنوات من صدور القانون ظهرت كثير جدا 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 من القرارات والمواد المخالفه للدستور والمتناقضه مع قوانين اخرى. على سبيل المثال يعني العنايه الدوريه في القانون 148 في الماده 35 منه بتقول ان الحد الادنى الحد الاقصى للعنايه 15%، وتربط بنسبه التضخم. انا قلت لحضرتك من دقيقتين انه التضخم زاد عن الحد زاد عن 15% الوقت اللي كانت العنايه الدوريه 13% فقط، وبالتالي يبقى انا صاحب المعاش معاش اقل رغم انه سم له او ضمن معاشه عماله دوليه. يا حاج بتتكلم في تشريعات جديده. المطلب انه تبقى العنايه مقطوعه بمبلغ معين ما يقلش عن 20% ولا يرتبط بالتضخم، لان ممكن التضخم يوصل 30%. يبقى صاحب المعاش مش هياخد اكثر من 15، لان الحد الاكثر بيسمح بالقانون
15% مشكلة طبعا. إلى 30% أو 25% أو 20% معنى كده إن صاحب المعاش بتاعته بيقل باستمرار. لو قلنا عمل لو أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة اللي في المجتمع اللي ما بتاخدش منها في المناسبات، يعني الصلاح ان كل المصالح والهيئات والادارات والشركات تقريبا كلها اصبح دلوقتي في الاعياد، في الاعياد الوطنيه ياخذوا منها في مع افتتاح العام الدراسي ياخذوا منها عشان يستكملوا بالسلبيات. الا اصحاب المعاشات لا يصرف له الا قيمه المعاش الخاص به، وبالتالي هم بهذا عدم صرف منحة بيمثل ضغط شديد جدا على صاحب المعاش عشان يكفي عائلته الايه الحاجه اللي عاوز، وبالقبض معطول فعلا يعني انه للاقتراض انه يعني مش عاوز اقول انه يصل بعض منهم الى درجه التسول عشان يعني ايه المستلزمات اكثر كتير جدا من معاد. لو جينا حاجه ثانيه القانون 148 ايوه لغى تقريبا، هو ما قالش كلمه الغاء المعاش المدرس، ولكن حط في ماده 21 منه يعني عوامل تعجيزيه لا يستطيع اللي كان بيحصل على المعاش المبكر في القانون 79 لا يمكن يحصل على المعاش المبكر. وحضرتك تتصور ان في ناس من سنه 2020 طلعوا على المعاش المبكر وما بياخدوش معاش مبكر وقدموا استقالات من شغلهم، الان هم ما يحصلوا لا على ارض ولا على مش بياخدوا حاجه خالص. ليه؟ لان القانون لما ينفذ القانون بيقول له انت ما تستحقش معاش، لما يرجع للمصلحه او الهيئه او الشركه اللي قدم منها استقالته يقول له خلاص انت قدمت استقالتك. طب ما فيش اي اجراء قانوني يا فندم يقدر ياخده في الحاله دي؟ نعم؟ ما فيش اجراء قانوني يقدر ياخده الشخص في الحاله دي؟ هقول لحضرتك، الاتحاد العام للمعاشات كان واعي بالمشاكل الكثيره جدا اللي يعني ايه بينص عليها القانون، بل انا يمكن في حلقه انا كنت موجود معاكم في القناه عندكم بعد صدور القانون وتكلمت عن المشاكل المنتظره في القانون. النهارده بعد 3 سنين تبين صدق كل ما كنا ننتظره من القانون، واحنا تقدمنا وتقدم عدد من اعضاء مجلس النواب والهيئات البرلمانيه الاحزاب بتعديلات اقترحها اتحاد المعاشات في 18 ماده، تصور 18 ماده من القانون قدمنا بطلب تعديلها او مناقشتها في مجلس النواب، ولكن للاسف الشديد انتهت الدوره السابقه دون ان تستكمل المناقشه وما زال حتى الان الاقتراحات اللي احنا تقدمنا بيها في اجراء مجلس النواب ان الحكومه بتقف يعني عقب يعني في سبيل عقبه في سبيل تنفيذ المطالب اللي تحسن من احوال العشرات القانون 148. تمام، يعني بكل تأكيد كان لازم نسمع صوتكم ولازم نعرف مطالبكم وأحوالكم عاملة زي، وأكيد هيكون لينا كمان وقفة عندنا في برنامج في النور مع أوضاع أصحاب المعاشات، ويعني خلينا نقول مساوئ القانون الخاص بأصحاب المعاشات. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ منير سليمان الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات. مشاهدينا زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة ان احنا لسه حلقتنا هيكون فيها وقفة مع دور البرد المنتشر، وهنستقبل اتصالاتكم وكل استفساراتكم بخصوص الاعراض وطرق الوقاية والكلام ده كله، فبالتالي دي هتكون فقرتنا اللي جاية. كل حد عنده اي سؤال يبعته لنا او يكلمنا على ارقام التليفون وهنجيب عليها في حوارنا مع ضيفنا اللي هيكون معانا الدكتور محمد عز العرب استشاري امراض البطنة والامراض المعدية، هيكون معانا بعد الفاصل، استنونا.